يقول أحد أصحاب الإمام الصادق: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره. إذا هميت تسوي فد عمل جيد بسرعة سوي لتأخره. ليش؟ لأن إبليس يدخل على العبد من خلال باب التردد. تتردد في أمور الخير، إبليس يدخل عليك يزين لك الجانب الثاني. إذا هممت بأمر خير فلا تؤخره.